السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ عايز أسألك، هو أنا ابنك من السودان. تفضل. الله يخليك. يا شيخ يعني أنت عارف الأوضاع في السودان يعني سيئة جدا. الله يكشف الضر عن إخواننا في السودان وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. فيا شيخ هو اللي حصل إنه مؤخرا بدأت في يعني ظروف كثيرة بتاعت يعني نعم إنه في يعني وسائل إنه السفارة وقفت التأشيرات للدخول لمصر. يعني احنا ما عندنا اي دولة وهنا ممكن نمشي لها، يعني كل الحتات مقفولة. فيعني اذا في تحريض يعني ما يعرف بالتحريض، فيعني ندخل بطريقة غير شرعية لمصر. لكن يعني بعد ذلك نخش المفوضية ويعني نحاول الضرورات تبيح المحظورات. السلام عليكم.